مرحبا مشاهدينا، كشك الصحافة إلى عناوينه البارزة. صحيفة الأيام تكشف عن اجتماع مسائي أوقف الحرب في شوارع عدن. الصحوانات مسلحون أرادوا حصار العاصمة المؤقتة بعد قطعهم طرقا في الضالع. موقع بوست قيادي في ميليشيا الحوثي يقول مواجهات عدن خطوة نحو استعادة الحرية. صحيفة سعودية تصف ما يحدث في عدن بالتمرد على الشرعية بعد اقترابها من عمق صعدة. أهلا بكم مشاهدينا. قال مجلس الوزراء اليمني بحسب ما ورد في يمن مونيتور إن الأعمال التخريبية التي حدثت في العاصمة المؤقتة عدن تستهدف الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ومطلب إسقاطه إنما يستهدف إسقاط وحدة البلاد. وشدد بيان نشرته الوكالة الرسمية السبع عن اجتماع استثنائي مصغر للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن شدد على ضرورة العودة إلى المرجعيات كحل للأزمة واستكمال لتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيق القرار الأممي 2216. ووصف مجلس الوزراء من قام بالأحداث في عدن بعناصر خارجة على النظام والقانون للمجلس الانقلابي، وقال إن المستفيد الأول من هذه الأحداث الحوثيون. أهاب مجلس الوزراء بضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية والقيادات الأمنية والعسكرية بالوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية والمشاركة الفاعلة في إزالة أسباب التوتر. وقالت مصادر رفيعة المستوى في التحالف العربي، كما أوردت صحيفة الأيام، إن اتفاقا تم بين التحالف والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي قضى بالتزام جميع الأطراف بالتهدئة. عقب الاجتماع مساء الأحد أكدت مصادر أن تفاصيل الاتفاق لن يتم إعلانها حاليا، وهذه إشارة للمرة الأولى من التحالف العربي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد المكونات السياسية. وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس نشرت بيانا للتحالف العربي أكد فيه أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع التحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية، تركيز الجهود سياسيا وعسكريا، تلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة، الانقسام وتقويض مؤسسات الدولة. المؤكد أنه وبعد أحداث عدن أي حكومة لن تباشر مهامها من عدن، سواء كانت حكومة بن داغر أو غيرها من الحكومات. من المؤكد أيضا أن المدينة الصحراوية العظيمة مأرب ستحقق نصرا إضافيا على المدينة العريقة عدن، وسيغادر كل شيء منذ اليوم صوب هذه المدينة، ستزدهر فوق ازدهارها ازدهارا. هكذا بدأ فتحي بن الأزرق مقاله الذي نقل فيه مأساة ما حدث أمس في عدن، مقال لم ينقل عن المعارك شيء، إنما يوثق لنفسيات المواطنين العدنيين وهم يرون الحلم يتبخر بلا هدى ولا هدية، يضيف بن الأزرق. من المؤكد أن كل الأحلام التي حلمنا بها ذات يوم في ساحات الحراك الجنوبي وميادينه ذوت وانتهت إلى الأبد، وأنا أشاهد تسجيلا مرئيا يوم الأحد وثمة جنود يطلقون النار على صورة الرئيس هادي، أدركت أن ثمة جرحا لا يزال غائرا، وثمة إشكالية لم تحل، ونفوسا لم تطب أبدا. في عدن اليوم وغدا ستنتصر الشعارات البراقة لبرهة، لكن ثمة شيء ما لن يتغير، سيولي هادي صوب مارب وستغادر كل المؤسسات إلى هناك، وستبقى الشعارات وحدها ولا شيء غيرها تطوف عدن، تلك المدينة التي لم تكن. في الطريق إلى حواف عدن وأركانها مساء الأحد ثمة سؤال يقابلك في عيون الناس، إلى أين نمضي؟ أما آن لنا أن نرتاح؟ يسألني كثيرون كيف الأوضاع عندك؟ فلا أستطيع أن أجيب، تبدو الإجابة صعبة ومستحيلة. ما أصعب أن ترى أحلامك التي نسجتها لسنوات من الزمن وهي تنهار. الساعة 12 ظهرا خرجت من منزلي سيرا على الأقدام، يطاردني الخوف على مدينتي،
وأمام فتحة إنماء صعدت أولى الحافلات المتجهة صوب البريقة على متن الحافلة، ينظر الناس بخوف وقلق من القادم المجهول. يطارد الناس بعضهم بنفس السؤال: إيش حصل؟ ما لهم دون ماذا يعقلوش؟ يهز رجل مسن رأسه ويقول: لم نتعلم أبدا من الماضي. لا يسلم الناس مصيرهم للجنون مرتين إلا في هذه البلاد. لن تكون عدن آمنة أبدا، ولا مزدهرة ولا ناجحة، ولن يحارب فساد. الصراع أكبر من الفساد المالي والإداري، والصراع أكبر والجرح أعمق، واللاعبون كبار وكبار جدا. تخيلت كثيرا أن يدوس جنوبيون على أشياء كثيرة إلا أن تداس صورة الرئيس هادي الذي منح الجنوب ما لم يمنحه لها أي سياسي آخر. أغمضت عيني وأنا أراهم يطلقون النار على صورته. مسلحون يتبعون الزبيدي، يغلقون الخط الرئيسي الرابط بين الضالع وعدن، يعنون موقع الصحوانت حول ذلك. أقدمت عناصر مسلحة في محافظة الضالع بإغلاق الخط العام في سناح في محافظة الضالع بشكل نهائي أمام المركبات والمسافرين وشاحنات النقل. قال الموقع: الحصار على عدن يأتي بالتزامن مع ما تشهده العاصمة المؤقتة من أعمال عنف ومحاولة تمرد وانقلاب على الحكومة الشرعية. قالت مصادر محلية وشهود عيان للصحوانت: إن مسلحين يتبعون عيدروس الزبيدي استخدموا جرافة، قاموا بإغلاق الخط العام الواصل إلى عدن عبر وضع حاجز ترابي كبير يحول دون مرور أي مركبة صغيرة أم كبيرة. يتابع الموقع: شوهدت حافلة النقل الجماعي وهي تعيد أدراجها من قعطبة بعد عدم تمكنها من المرور عقب قطع الطريق بالكامل. قيادي حوثي يرحب بمحاولة الانقلاب على الشرعية في عدن. هكذا عنوان موقع بوست، مضيفا: إن قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية رحبت بالتمرد الذي يقوده ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن ضد الشرعية. استند الموقع إلى تصريحات القيادي في الجماعة حسين العزي. قال حسين: محاولة الانقلاب على الشرعية في عدن خطوة نحو استعادة الحرية وطرد المحتل. تابع موقع بوست: يأتي هذا كأول تعليق لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء تجاه ما يحدث من مواجهات مسلحة في عدن والتي يقودها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات. الديمقراطية مشروع تاريخي، تحت هذا العنوان كتب حسام ميرو مقاله في صحيفة الخليج، مضيفا: لقد تعاملت الأنظمة العربية مع الديمقراطية على أنها مشروع مؤجل، ووجدت على الدوام عدداً كبيراً من الذرائع الداخلية والخارجية، ولجأت إلى بعض آليات الديمقراطية لتحسين صورتها في أوقات الأزمات، كما أن بعض النخب اليسارية العربية اعتبرتها قضية برجوازية محضة ليست ذات صلة بينونية بالمشروع الاشتراكي، في الوقت الذي رأت فيه التيارات الإسلامية الديمقراطية كمتلازمة للمشاريع الغربية الاستعمارية. وهكذا بقيت الديمقراطية والمشروع الديمقراطي حبيسة السجالات الفكرية غير المؤثرة في واقع الصراع الاجتماعي والسياسي. إن صيرورة ما يسمى الربيع العربي على مأساويتها أعادت سؤال الديمقراطية كمشروع تاريخي إلى الواجهة، والحاجة إلى استدعاء منظومة مفاهيمية متكاملة مرتبطة بالديمقراطية، إذ لا يمكن فصل مسار الديمقراطية عن مسار العقلانية والنقد والمسار التربوي الأكاديمي وحرية البحث الفكري والعلمي وحق وجود ممثلين للفئات الاجتماعية المختلفة وتطوير الدساتير وفصل السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان. وبناء عليه فإن الديمقراطية كمشروع تاريخي هي مسار أعمق وأكثر شمولاً من الديمقراطية السياسية، كما أن الديمقراطية السياسية هي واحدة من ثمرات المشروع الديمقراطي، مع التأكيد أنه لا يجب تحت أي عنوان من العناوين تجاوز ضرورة الديمقراطية السياسية كحامل من حوامل استقرار المجتمعات وأحد مؤشرات نضجها وتطورها. وبالتالي فإن تزامن مسار المشروع الديمقراطي كمشروع تاريخي
مع مشروع الديمقراطية السياسية هو أمر حتمي ولا يمكن الفصل فيما بينهما. إن تجاوز مخاطر الانتكاس إلى ما قبل الدولة الوطنية في العالم العربي ستبقى مخاطر قائمة وراهنة، ولا سبيل إلى تجاوز تلك المخاطر من دون إعادة ربط الدولة الوطنية بالديمقراطية. بدأت الحملة العسكرية بعد أن وصل المحافظ الجديد أمين محمود إلى عدن من المملكة العربية السعودية يوم الخميس، وأعلن العملية الجديدة لكسر الحصار. قال المحافظ: لقد قرر الجيش الوطني شن حملة عسكرية كبيرة بدعم من التحالف السعودي لتحرير المحافظة من الحوثيين. أضاف: إنني أدعو سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى دعم إخوانهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإنقاذ كرامتهم وحريتهم. قال أحمد العزازي، وهو صحفي في تعز لميدل إيست آي: يعتبر المحافظ الجديد التحرير أولوية، لذلك قام بتنظيم هذه الحملة العسكرية لتحرير تعز، وأعتقد أن هذه خطوة جيدة من قبل المحافظ، ولكن عليه أن يأخذ في عين الاعتبار عواقبها، حيث سيكون هناك ضحايا وجرحى جدد وتكاليف أخرى. يضيف الموقع: في حين يعيش سكان تعز تحت ظروف الحصار المروعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإن الحملة العسكرية الأخيرة تركت المدنيين يخشون في ضوء جولات جديدة من الاشتباكات والغارات الجوية، فضلا عن القصف الحوثي. قال مدنيون لميدل إيست آي، ترجمها أيضا موقع بوست، قالوا: إنهم يخشون الموت، وهؤلاء الذين يعيشون بالقرب من مناطق النزاع قد فروا إلى مناطق أكثر أمنا نسبيا، وحاولوا أيضا مغادرة المدينة بشكل نهائي. بعد الفاصل نعود وإياكم لمتابعة ما تقوله الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى أخبارنا المتنوعة كما عودناكم، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الصحافة العربية وبالأخص السعودية، فقد أجمعت الصحف السعودية الصادرة اليوم على تسمية ما تشهده عدن بأنه تمرد على الشرعية. ركزت الصحف على ضرورة مواجهة الأعمال الخارجية على القانون، والصفحة الأولى من صحيفة عكاظ حملت عنوان بارز: تمرد في عدن. كما نشرت الصحيفة أيضا تقرير بعنوان: انفصاليو الجنوب يتمردون على الشرعية. تحدث فيه عن من يريدون شق الصف والانشغال عن المعركة الرئيسية المتمثلة في مواجهة ميليشيا الحوثي. كما أشارت الصحيفة في تقرير متصل إلى موضوع جمع التبرعات داخل المملكة دون ترخيص، عنوانات: السجن سنتان والغرامة نصف مليون لجمع التبرعات دون ترخيص. وفي ذلك إشارة إلى حديث عن مجاميع بدأت بجمع تبرعات. قالت الصحيفة: سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يجمعون التبرعات بعد تغريمهم وسجنهم. من جانبها ركزت صحيفة الوطن السعودية على ذات الموضوعات، وعنوان منها هو: الشرعية تدعو للوحدة والتصدي للأطماع الإيرانية. قالت الصحيفة: إنه يجب التعامل مع ما ذهب إليه رئيس الوزراء أحمد بن دغر من أن تحركات الانفصاليين الجنوبيين في عدن تخدم النظام الإيراني والميليشيات الحوثية. تابعت بنشر ما صرح به رئيس الوزراء: إيران تسعى للحصول على تعزيز لوجودها في اليمن عن طريق الحوثيين، وبالتقسيم نحن نعطيها ثلث الأرض وثلاثة أرباع السكان لتحكم وتتحكم بهم. أما صحيفة المدينة فقد ربطت في أحد عناوينها البارزة بين ثلاثة أحداث اعتبرت أنها شديدة الصلة. عنونت الصحيفة السعودية: عدن تغلي، التحالف يطلب ضبط النفس، الشرعية تضرب في عمق صعدة،
من جانبه قال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع: الأمور هادئة وطبيعية في عدن باستثناء بعض الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش الوطني وقوات المجلس الانتقالي. أكد الأخشع على أن الوضع مسيطرا عليه ولا داعي للقلق، وهناك اتصالات بين جميع الأطراف للتهدئة وعدم الانجرار للفوضى. لا يقتصر تراجع الديمقراطية وانحسارها على المنطقة العربية فحسب، وإنما يبدو الأمر وكأنه موجة أصابت العالم شرقا وغربا مع صعود السلطويات من جهة وتراجع أداء نماذج الحكم الرشيد في الديمقراطيات الراسخة من جهة أخرى. هكذا بدأ خليل العناني مقاله في العربي الجديد مضيفا: على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة دار نقاش واسع بشأن مسألة تراجع الديمقراطية وانحسارها بين خبراء العلوم السياسية وأساتذتها، خصوصا المهتمين بالمسألة الديمقراطية أمثال المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما وأستاذ العلوم السياسية فيليب شميتر المتخصص في مجال التحول الديمقراطي. وقد اختلفوا بشأن ما إذا كانت الديمقراطية في تراجع أم لا. يرى فوكوياما وشميتر أن المسألة ليست تراجعاً بقدر ما هي ضعف في أداء الحكومات المنتخبة وعدم القدرة على الاستجابة لمطالب ناخبيها، وحجتهم في ذلك أن الطلب على الديمقراطية والحرية يتزايد، خصوصاً في بلدان العالم الثالث التي تعاني من أنظمة حكم سلطوية، والمشكلة في فشل الأنظمة الجديدة في تحقيق وعود الديمقراطية، في حين أن أداء الديمقراطية في أوروبا الغربية تراجع لأسباب اقتصادية ومالية بالأساس، وليس الوجود عيب في الديمقراطية ذاتها. وهنا ينافح فوكوياما على سبيل المثال بالقول إن ثمة ثلاثة أبعاد مهمة لقياس الأداء الديمقراطي الجديد، وهي تتعلق باستخدام الدولة للقوة وحكم القانون والمساءلة الديمقراطية. بالنسبة للأولى فإنه يعني أن الدولة لابد أن توازن بين استخدامها القوة من جهة وخضوعها للقانون والرقابة على استخدامها القوة من جهة أخرى، وذلك حتى لا تتحول إلى دولة خارج القانون أو فوقه. في الوقت نفسه يرى شميتر أن المشكلة ليست في التراجع الديمقراطي خصوصا من ناحية العدد، ولكن في طبيعة المقاييس المتبعة في تحديد ما إذا كانت دولة ما قد تراجعت عن الديمقراطية أم لا. إلى موقع هاف بوست الذي يعطي أملاً لأولئك الذين يبدأون بدايات متواضعة، وذلك من خلال قصة رجل بدأت تجارته بأعواد الثقاب في سن السادسة ليصبح أحد أثرياء العالم. يقول الموقع: لم يكن مستغربا كثيرا للقريبين من إنغفار كامبراد أنه سيصبح في يوم ما من أغنى أغنياء العالم وأحد أعظم المستثمرين على وجه الكرة الأرضية. فذلك الرجل الذي بدأ معترك التجارة وهو في سن الخامسة من عمره باتت منتجاته موجودة في منازل عشرات ملايين البشر، والعلامة التجارية لشركته أصبحت الأشهر في بلدان العالم. يضيف الموقع: طويت أمس صفحة حياة السويدي كامبراد البالغ من العمر 91 عاماً مؤسس شركة إيكيا للأثاث، تاركاً وراءه صرحاً شهيراً بدأ بناؤه في مسار حافل بالإنجازات الاستثنائية. قال بيان للشركة: كامبراد الذي كان سباقاً إلى إنتاج الأثاث الجاهز للتركيب توفي في بلدته، واصفاً إياه بأنه واحد من أعظم المستثمرين في القرن العشرين. يضيف الموقع: عندما كان صغيراً امتلك حلماً تجارياً شجعه إليه حسه الاقتصادي، فبدأ وهو في السادسة من عمره ببيع عيدان الثقاب لجيرانه على دراجته، وكان يقوم بشراء كمية كبيرة منها بأسعار رخيصة جداً من العاصمة السويدية ستوكهولم، ثم ببيعها بشكل فردي بسعر منخفض مع تحصيل ربح جيد. تقول صحيفة القدس العربي: إن الفلسطيني عبد الكريم الكفارنا أصيب بصدمة كبيرة حين عثر على حديقة في منزله قبل أيام، حديقة في منزله عثر فيها على مقبرة أثرية يرجح أن تكون عائدة للحقبة الرومانية. الشاب البالغ من العمر 24 عاما يعيش في قرية بيت حانون شمال قطاع غزة. أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر في صيف عام 2014 دمر
دمر منزل عبد الكريم وأسفرت القنابل التي سقطت في حديقته عن تشكل حفر. وفي الأسبوع الماضي لاحظ الشاب أن مياه الأمطار الغزيرة تتسرب إلى باطن الأرض من إحدى الحفر، ولما عاين الحفرة عن قرب وجد تحتها حجرا فحركه ليكتشف ممرات موصلة بالمقبرة على عمق 4 أمتار، وحين نزل وجد 9 قبور يحتوي بعضها على عظام، وعثر أيضا على أوان من الفخار ومصباح، فيما قدر العالم عالم الأثار أيمن قدر ذلك أيمن حسون أن هذا الموقع قد يعود إلى الحقبة الرومانية قبل 2000 سنة. الأرض تتحدث بمئات إن لم يكن الآلاف من اللغات، وهناك مختلف الأجناس البشرية عليها على هذا الكوكب، لذا تتنوع الصور اليوم وفقا لذلك، وهذا ما ستلاحظه عند مشاهدتك للصور التي اخترناها والمنشورة في صحيفة ديلي تيليغراف، حيث تحكي الصور عن التنوع والاختلاف. نتابع سويا. إلى الكاريكاتير، مشاهدة ممتعة أتمناها لكم، وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه. الخبر الأخير ها، هذه كان فيها أخطاء. كذا على مقبرة أنت في حديقة موسى في غزة. تقول صحيفة القدس العربي إن الفلسطيني عبد الكريم الكفارنة أصيب بصدمة كبيرة حين عثر قبل أيام في حديقة منزله على مقبرة أثرية يرجح أن تكون عائدة للحقبة الرومانية. الشاب البالغ من العمر 24 عاما يعيش في قرية بيت حانون شمال قطاع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر. في صيف عام 2014 دمر منزل عبد الكريم، أسفرت القنابل التي سقطت في حديقته عن تشكل حفر. في الأسبوع الماضي لاحظ الشاب أن مياه الأمطار الغزيرة تتسرب إلى باطن الأرض من إحدى الحفر، ولما عاين الحفرة عن قرب وجد تحتها حجرا فحركه ليكتشف ممرات موصلة إلى المقبرة على عمق 4 أمتار، وحين نزل وجد 9 قبور
يحتوي بعضها على عظام، وعثر أيضا على أوان من الفخار ومصباح، فيما قدر عالم الأثار أيمن حسونة أن هذا الموقع قد يعود إلى الحقبة الرومانية قبل 2000 سنة. الأرض تتحدث بمئات إن